نشوف صباح يوم جديد من أحلى الأيام اللي عاشها حمزة ووعد مع بعض. اتعودت وعد تصحى يوميا قبله بدقايق عشان تتأمل ملامحه وهو نايم في سلام، وكأنه طفلها اللي أنجبته، وتفضل تشوفه وهو بيبتسم في نومه، لأنه لما بيبتسم بيكون أكيد بيشوفها في منامه، وتفضل على حالها ده وهي بتتأمل ملامحه لوقت طويل، وفي قلبها بتحمد ربنا إنه رزقها بشخص زي حمزة، وبعدها بتقرب منه عشان تبدأ عيدها اليومي معاه وتهمس في ودنه بحبك. وبيصحى حمزة ويفتح عينه ويبوسها على جبينها زي ما متعود، ويبص لها بحب صباح الورد على وردة حياتي، وبيرجع يغمض عينه مرة تانية ويقربها من صدره ويضمها ليه لأنها بتلقى أمانها وسلامها بقربه، وبعدها بتبعد عنه. ايه يا حمزة مش هتقوم بقى؟ كفاية كسل يا عم، لسه بدري، خلينا شوية كده، ولا أقولك ما بلاش شغل النهاردة. لا يعني لا، وقوم يلا دلوقتي، انا خلاص قررت. يلا لو قدرت تقوميني قوميني. وبتقوم بسرعة وبتقف فوق السرير وبتجذبه بكل قوتها وهو لسه في مكانه بعناد وثقة، وبتفشل في كل محاولاتها، بس في النهاية بيقوم معها عشان يثبت لها هزيمته، وبتفرح بده وكأنها طفلة صغيرة بتفرح بانتصارها، وتصرخ بفرحة شفت انا قوية ازاي وقومتك؟ ايوة كده رجالة تخاف ما تختشيش، حسابك بعدين لما ارجع على الكلام ده عشان مستعجل بس. وبتضحك وعد بصوت بيملى البيت كله بنوع خاص من الفرح والسعادة، وبتبعت له بوسة في الهواء، وبتجري بسرعة عشان تجهز الفطار ليه. وبالفعل نزلت وعد وهي ماسكة بكفها على جنبها بخطوات بطيئة، وبطنها قدامها اللي بتشبه البالون بالظبط، ولقت إلهام قاعدة بتشرب كوباية اللبن، فابتسمت وعد صباح الخير يا طنط. صباح الورد على مرات ولدي الغالية، عاملة ايه يا بنتي وعيالك عاملين ايه جوا؟ والله يا طنط مغلبني، امتى اولد بقى؟ هانت يا قلبي وولاد حمزة يجوا ينوروا علي القصر. عارفة يا وعد انا في الاول ما كنتش احبك. ايه؟ ولا كنت بكرهك يعني، بس حبيتك اكتر لما فرحت قلبك ده وحبلت في توأم. ما تتصوريش فرحتي بيكي، نفسي اشيلك في ضي عيوني يا بنتي. يعني انت حبيتيني بس عشان هجيب لحمزة ولاد؟ أمال وهي المرة إيه غير أرض خصبة كل ما تحط فيها بذرة تنبت وتفرع؟ وملقتش وعدة أي فايدة من كلامها معاها وقررت تمشي. طيب يا طنط هستأذنك عشان أحضر لحمزة الفطار. ما كفاياك عاد حضير واكل، أنت ترتاحي وبس. ابتسمت وعدة وسابتها ومشيت عشان تحضر لحمزة كوباية اللبن السادة والفول بالبيض اللي تعود ان ياكله كل صبح من صنع ايديها. وبعد وقت مش طويل نزل حمزة من قطه ووصل صوته لوعدة اللي ارتبكت بمجرد ما سمعت صوته، وقالت اوف يا ربي اتأخرتي ليه بس؟ ربنا يسامحك يا طنط الهام عطلتيني، اعمل ايه انا دلوقتي؟ ده هيخرج من غير فطار. وبدأت تسرع وعدة في تجهيز الفطار، اما حمزة فشاف الهام قصاده. صباح الخير عليك يا إلهام، صباحك فل وورد يا ولدي. وبدأ حمزة يبص حواليه وهو بيدور على حبيبة قلبه. لسه المجنونة بتحضر فطار ولا؟ أيوة يا ولدي، خليها تاخد بالها من نفسها، هي دلوقتي ثلاثة في بعض. طب هخش أشوف أنا. واتجه حمزة للمطبخ، وبمجرد ما وصل لعند باب المطبخ شاور براسه للخدامة اللي واقفة بعيد بالانسحاب، وقرب منها ببطء وهي مندمجة في إعداد الأكل وبتحاول تنجز عشان خاطره، ووضع كفه على بطنها المنتفخة واستند بدقنه على كتفها. مجنونتي اللي مصممة ما تتعب نفسها. خضتني يا حمزة، مش هتبطل الحركات دي بقى؟ أي مساعدة؟ خلاص يا حبيبي دقيقتين بس وهيبقى جاهز، تشرب اللبن الأول ولا تاكل؟ انا عاوز اكلك انتي. بطل بقى وابعد شويه كده، احسن حد من الخدم يدخل علينا. وهم فين الخدم دول؟ ما انت بتطرديهم بمجرد دخولك المطبخ. الله، وده جازاتي اني عاوزه اجهز لك الفطار بايديا. جذبها حمزه برفق ووقف قصادها وشالها بالراحه ووضعها على رخامه المطبخ، فاندهشت وعد ايه مجنون ده اللي انت عملته؟ خليكي كده وانا هكمل الاكل. ها قوليلي بقى اعمل ايه؟ مجنون وهيجنني؟ ده انت اللي جننتي امي. ورملها بوسة في الهوا وهو بيغمز لها. حبك رد في قلبي الروحي يا حمزة، هو انا ازاي بحبك كده؟ ده انت اللي عشقي ليكي بقت نار مقدسة تحرم تجادل غيرك يا وعد. حمزة انا شم ريحة حاجة.
دي ريحتك وهي ساكنة جوايا وفاحت بعطر عشقك. وعاد انتوا مش هتبطلوا حركات العيال دي وتعقلوا؟ الاكل اتحرق يا حمزة. ما دي اخرة المرقعة بتاعتكم اهي، الوكل شاط. اقده يا وعد تشيط الوكل. على فكرة انت السبب. قرب حمزة من وعد ونزلها بشويش وغمز لها. خلاص يا إلهام، أنا كلت وكلت كتير قوي كمان، أهم شيء عاوزين حاجة مني؟ طب اشرب اللبن بس. ومسك حمزة كوباية اللبن وشرب منها شوية. اقده زين يا وعد، يلا فوتكم بعافية. استنى هنا، فين حبة أمك يا حمزة؟ قرب حمزة باستسلام وبس كفها ورسها. أها حاجة تاني؟ أمشي أنا بقى. وفين بوستي أنا كمان يا حمزة؟ فعد حمزة على شفايفه بنفس صبر وقرب منها وبس جبنها وبتلقائية ضربته وعد. أمك أنا بتبوس راسها؟ مفيش فايدة منكم عاد، أمشينا عشان مصالحي مش هتخلص بالحال ده. وبمجرد ما مشى، هروح أشوف ماما بعد إذنك بقى يا طنط. شوف يا أخوي محن البنتة، ده احنا ما كناش بنات إياك. ونسيبهم ونروح للأوضة المرفهة اللي موجود فيها تلفزيون وسرير وأشهى أنواع المأكولات. قاعد فيها رامي وهو لابس بدلته الزرقاء والدم بيغلي في عروقه، ودخل عليه الشاويش في زيارة لحضرتك فوق. مش هقابل حد اللي عاوزني ينزل لي. وما ردش عليه الشاويش لأنه عارفه كويس، فالكلام معاه ما بيجيبش أي فايدة. ورجع لمكتب المأمور. المسجون رفض يطلع معايا يا بيه. فبصت سمية عليه بنظرة استسلام وأخدت نفس عميق. ينفع انزله أكيد؟ وصلها تحت يا ابني. ومشيت سمية مع الشاويش ودخلت الأوضة اللي فيها رامي وشاورت له بالمغادرة وقعدت قصاده. هتفضل كده لحد امتى؟ لحد ما تخرجيني من هنا. رامي قلتلك هخرجك، والمفروض تثق فيا بعد المكان اللي انت قاعد فيه ده، وانا بطلع لك ورق باسم جديد عشان نمشي من هنا على نظافة، يعني مسألة وقت. غمض رامي عيونه واتكلم بعصبية ونفس صبر. طيب اتصرفي بسرعة عشان النار اللي جواي دي ممكن تحرقني وتحرق البلد كلها. قربت سمية منه ومسكت كفه. انت وعدتني مش هتقرب من حمزة، صح يا رامي؟ لا مش هجرب له، ما تقلقيش، انا بس اخرج من هنا. وانهى كلامه واخد وضعية النوم. واتنهدت سمية بنفس صبر وبصت له بنظرة اخيرة ومسكت شنطتها ومشيت. اما رامي فاتكلم بتوعد. وديني لانتقم منك يا سمية، انت والكلب بتاعك، اصبر علي بس. وبنروح لنجوى اللي كانت لابسة عبايتها البيضة وبتبص على المسجونات اللي قاعدين قصادها، وكل واحدة منهم مليها الهم والحسرة على حالها، وفي نفس الوقت فيهم اللي بيحاول يتغلب على أحزانه بالرأس ودق الطبول. وكانت بتكلم نفسها وبتقول لك يوم يا ولد الخياط، اليوم اللي هترجع فيه تحت رجلي ومش هرحمك وقتها. وقطع شرودها واحدة من المساجين اللي جات وهي بتشرب في سيجارتها وقعدت جنبها. إلا قوليلي يا حبيبتي، انت مالك كده سهمانة وسرحانة وما بتكلميش حد؟ فوكيها يا أختي، ما حدش واخد منها حاجة. بصت لها نجوى واتكأت بظهرها على وسيدتها. أما المسجونة فطلعت ليها سيجارة. خدي نفخي، اهي حاجة بتصبرنا على الهم اللي احنا فيه. واخدت نجوى السيجارة ووضعتها في طرف سيجارتها عشان تولعها. اللي انت اسمك ايه؟ اسمي صباح، وكبيرة العنبر هنا بعد المعلمة وكبيرتنا طبعا، وانتي بقى نجوى. اسمي نجوى. وانتي جاية في ايه يا نجوى بقى؟ قتل. يخرب بيت جبروتك، احكيلي احكيلي. وبنسيبهم وبنروح لحمزة اللي قاعد في عربيته وبيتكلم في تليفونه. سيادة اللواء، ما تقولش كده، احنا في الخدمة اكيد. هستناك بكرة يا حمزة بيه على مكتبي. وهو كذلك يا باشا، من النجمة هكون عندك. وقفل حمزة وهو جواه الف سؤال. يا ترى اللواء نشأت عاوز منك ايه يا حمزة؟ يلا الصبح مش بعيد وانا هوجع راسي ليه. وشغل عربيته وتوجه للبيت. ممكن اعرف الدكتورة فريال هانم السمنادي بتكتب ايه؟ قفلت فريال الأجندة اللي كانت في إيديها. ياه يا دودو، وهي فين الدكتورة فريال بقى؟ إيه يا ماما، ما تقوليش كده، أنت دكتورة وأحلى إعلامية في الدنيا، ما فكرتيش ليه ترجعي تدرسي تاني في الجامعة؟
والله يا وعد كنت بفكر، بس لقيت الموضوع صعب واني كده احسن، وكمان مش عاوزة اضيع دقيقة وانا بعيدة عنك. يا حبيبتي يا ماما، بس ده ما يمنعش انك تشغلي وقتك وتقفي على رجلك من تاني وتظهري للعالم من اول وجديد. فريال بلعت رئها وافتكرت سامي جوزها اللي كان دايما بيشجعها ودوره الكبير في نجاحها، وحاولت بسرعة تغير الموضوع. سيبك مني، انت عاملة ايه في الحمل؟ وضعت وعد كفها على بطنها اللي متمددة قصادها. وحشوني قوي يا ماما، امتى اشوفهم بقى واحضنهم بين ايديا؟ طب ايه برضو لسه مش عاوزة تعرفي نحهم؟ ايه يا ستي اللي يجيبوا ربنا كويس، وكمان مش حابة اعرف حق لو طلعوا بنات الهام ممكن تروح فيها. وانفجروا الاتنين في الضحك وقطعهم صوت الهام القوي. تفي من خشمك يا بيت، باذن الله ولاد الاتنين ولاد، انا قلبي حاسس. وعد وهي بتحاول تنرفزها، طب ايه رأيك بقى يا طنطة، انا وحمزة نفسنا يكونوا بنات قوي. يا اختي عليك انت وحمزة، ماليش فيه، انت هاتي لي الولاد واملعيني، وبعدين هاتوا اللي انتوا هتحبوه انت وحمزة. انت بس دعيلها تقوم بالسلامة يا ست الهام. هتقوم ما تقلقيش، ده انا كنت زحلق العيل من هنا وانزل الغيط طوالي. وبدأت إلهام تتكلم عن مغامرتها وإنجازاتها اللي كانت بتسمع لها فريال باهتمام، ومدت وعد كفها ومسكت تليفونها وبدأت تتجول في حساب التويتر والفيسبوك. وفي مكان شبه مهجور وصل حمزة ونزل من عربيته وفتح الباب ودخل ومسك تليفونه واتصل بشخص ما. أيوة أنا وصلت دلوقتي، انتوا فينكم؟ بالطريق مستر حمزة، هلأ بنعجل، 5 دقايق وبنكون حدك. وبالفعل خلال 5 دقايق دخلوا عربيتين جيب أسود، وتقدم حمزة لاستقبالهم وفتح ليهم البوابة، ونزل منهم عدد كبير من الرجال مختلفين الجنسيات، وواحدة لبنانية اسمها جيسي قربت من حمزة وبستوا على شفايفه. اشتقت لك كتير مسيو حمزة. ارتبك حمزة وبعد عنها وقرب من مجموعة الرجال. اهلو مستر بيجادو. ونسيبهم بقى يشوفوا شغلهم. وعند نجوى في العنبر، يعني الست شكرية دي هتعرف تخرجني وحتى وانا محكوم عليا بالمؤبد؟ عيب عليكي، خدي كلامي ثقة. ومدام هو كده يا اختي، كان ايه اللي رميها في السجن هنا؟ لا ما هو اصله بمزاجها، السجن جاي على هواها. وهو السجن بقى بالمزاج دلوقتي، انما عجايب. المهم هتعرفيني عليها امتى؟ هاخد لك منها معاد وارد عليكي. سايق عليكي النبي، استعجلي، حق ناري مش هتبرد غير لما اكل كبد ولد الخياط بسناني. هتاكلي كبد وقلبه وهتعملي عليه فتت كوارع كمان. وجه المساء وكانت وعد في حالة جنونية بسبب اختفاء حمزة المفاجئ، وبتحاول تتصل به اكتر من مرة بس بدون فايدة، وفي كل مرة مقفول. وقالت بعصبية، خارج نطاق الزفت، ماشي يا حمزة. وسمعت صوت خبط على الباب ودخلت إلهام اللي كانت ماسكة صينية الأكل. يا كبدي ما ينفعش كده، ما كلتيش حاجة من الصبح، ده خطر على العيال. ومش هاكل، ماليش نفس. ولو سمحتي يا طنط خدي الأكل ده معاكي. طب لقمة صغيرة، ده أنا موصياهم يعملولك كل الوكل اللي هتحبيه. طنط لو سمحتي مش عاوزة أكل وسبيني لوحدي. استغربت إلهام من نبرة صوتها اللي عليت عليها، وكانت هترد بس التزمت الصمت ومسكت صينية العشاء ونزلت من تاني. وقالت وعد بتوعد، طيب يا حمزة أنا تسيبني متعلقة وهتجنن كده بس لما ترجع. أما إلهام فنزلت بصينية الأكل ولقت فريال قصادها. أنا قلتلك بنتي عنيدة ومش هتاكل غير أما حمزة يجي. وحمزة من وراهم، هتجيبه في سيرتي ليه عاد، ويا ترى في الخير ولا في الشر؟ ووصل صوت الوعد اللي قربت من الباب وفتحته ببطء وقربت ودنها عشان تتأكد انه وصل، وتنهدت بارتياح وابتسمت وقفلت الباب بدون اصدار اي صوت. ولاحظ حمزة اللي عملته وابتسم وجريت وعد واصطنعت النوم، وهي بتقول في نفسها، طيب يا حمزة انا هوريك وش عمرك ما شفته. مرتك ما كلتش حاجة من صباحية ربنا يا حمزة، اتصرف معاها وفهمها كده مش صح، ده صحة العيال في خطر يا ولدي. خلاص انا هروح اشوفها. ومسك حمزة صينية الاكل من ايدين الهام وطلع بيها لفوق وفتح الباب وقرب من وعد وبسها على جبينها وهمس في ودنها، وعد
نايمة؟ كملت وعد تمثيلتها وتصنعها للنوم، فابتسم حمزة ابتسامة صفرة وبعد عنها وقعد على الكنبة وطلع تليفونه وهو بيتكلم بنبرة منخفضة. وانتي كمان وحشتيني قوي. ايه؟ هتقولي موطي صوتي ليه؟ اصل مرتي نايمة وخايف احسن تسمعني. اتسعت عيون وعد بدهشة ولاحظ حمزة حركتها وابتسم وكمل تمثيليته. خبريه عاد، بلاش كلامك الحلو ده اللي عيدوبني. وغلى الدم في عروق وعد وقامت وهي جواها بركان على وشك الانفجار. وبلاش ليه يا اخويا، ما تكمل، ولا جيت ليه من عندها طالما الحيوانة اللي معاك مش مالي عينك؟ حاول حمزة ان يكتم ضحكته ورجع يتكلم في تليفونه. طب اقفلي دلوقتي يا سارة عشان حيوانتي صحيت. كانت عاملة نفسها نايمة وقامت خلاص. طيب ما انت صاحية اهو، امال عاملة نفسك نايمة ليه؟ مين اللي كنت بتكلمها يا حمزة؟ ما ردش عليها وقرب وقعد جنبها. الهام قالت لي انك ما كلتيش حاجه من الصبح، صح الكلام ده؟ ما تغيرش الموضوع يا حمزه، مين ست ساره دي؟ لا ما هو ما فيش ساره، بس لو ما كلتيش هيكون في ساره وفاديه وناديه، وشوفي عاد هتعرف تعدي لحد فين. حمزه هو انت بطلت تحبني؟ ما ردش حمزه والتزم الصمت، فنزل الدمع من عيونها. سؤالي صعب قوي كده. أما حمزة فطلع من جيبه علبة صغيرة وفتحها وطلع سلسلة ذهب مكتوب عليها اسم حمزة. هو أنا عشان ما ردتش عليكي أبقى بطلت أحبك؟ عاوز أقولك بقى أني كنت مشغول في دي عشان كده ما عرفتش أرد عليكي. حال وعد اتحول 180 درجة وبدون مقدمات حضنته بشوق ولهفة ونسيت زعلها منه. كنت هتجنن عليك، أول وآخر مرة تختفي كده، أنت فاهم؟ نبطل شغل العيال ده شوية بقى ونعجل. تعالى هنا يا أستاذ، ما تاكلش بعقلي حلاوة، مين ست سارة دي؟ لا أنا عاوز أكلك انتي، ينفع؟ انت هتاخدني في دوكا ولا ايه؟ جاوب عليا. هاخدك في حضني، في مانع؟ حمزة وعد ايه؟ الأكل برد. وقربها منه وبدأ يأكلها بإيده. وبعد شوية وقت خلاص يا حمزة كفاية، مش قادرة كده تسيبي عقلي وقلبي وروحي جعانين؟ ايه الرصة دي كلها؟ عقلي ولدي اللي في بطنك وهيكون سندي في الدنيا، وقلبي بنتي اللي هتكوني انتي امها، وروحي هي انتي اللي مقدرش اعيش بلاها. حافظي عليهم يا وعد، هم امانتك، من غيرهم حمزة يموت. كلام حمزة رد الروح جواها وحضنته بحب. وانت بقى عرفت منين انهم بنت وولد؟ تقدر تقولي قلب الاب بقى. بس انت كنت بتخني يا حمزة. ايادي النيل على حمزة واللي يعرفه حمزة، انت بتتحول يا بت. امال مين ست سارة دي؟ يبقى اكيد كنت بتخني. اولا ما اسمهاش خيانة، احنا كرجالة مش خونة والله، بس انتوا اللي حلوين لدرجة مربكة، عشان كده صعب الاكتفاء بوحدة. يا ليلتك اللي مش فايتة وكمان بتقولها في وشي. وغلاوة حمزة عندك يا شيخة، عاوز انام ودماغي هتنفجر. نأجل خناقتنا لبكرة بقى، مش نكد الحمل هينزل على نفوخي. وبالفعل ناموا، وفي صباح يوم جديد صحي حمزة على صوت دقات باب غرفتهم، وقام بهدوء وفتح الباب. صباح الخير يا إلهام. صباح الخير عليك يا ولدي. صباح الخير يا طنط. صباح الورد يا مرة الغالي. خير يا إلهام، مش بعوايدك يعني. التلغراف ده جالك دلوق. ومسك حمزة الظرف وقامت وعد مفزوعة ووقفت جنبه. مش هتفتحه يا حمزة؟ حمزة كان عارف اللي جواه عشان كده رفض انه يفتحه. ملهوش لزوم. فشدت وعد الظرف بقوة وفتحته وقرأت اللي جواه واتسعت عيونها وانتفض جسمها. مش قلتلك لازم تبلغ البوليس يا حمزة؟ ده مش اول جواب تهديد يجيلك. وقرى حمزة اللي جواه بس مهتزش ومهتمش نهائي، واستغربت إلهام جدا من كلامهم. فهموني عاد، فيه ايه الجواب ده؟ ده تالت جواب يجي للبي مكتوب بالدم، واللي بعته بيهدده وبيقوله هقتلك. يا مر يا ولدي، لازم تبلغ الحكومة يا حمزة. أما حمزة فسابهم بدون أي اهتمام وفتح دولابه وطلع هدومه. فقالت وعد بقهرة، أهو شايفة يا طنط حرقة الدم؟ لازم أن الحكومة يكون عندها علم يا ولدي عشان تعرف تحميك وتجيب الراجل ده قبل ما يضرك. حكومة مين اللي تحميني عاد؟ هي لاقي اللي يحميها؟ حمزة الخياط هو اللي حامي الحكومة يما.
وبكده تكون انتهت الحلقة. يا ترى ايه حكايتك يا ابن الخياط؟ وايه الثقة دي؟ ويا ترى ايه اخرتها؟ وكل ده هنعرفه في الحلقات اللي جاية. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا. يا احلى متابعين في الدنيا بحالها، قولوا لي رايكم فيها في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واستنوني في قصص تانية كتير. بحبكم قوي، مع السلامة.